السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته مشاهدينا الكرام. اتفق رئيس المجلس الأعلى للدولة خالد المشيري ورئيسة المجلس الأعلى لبرلمان الاتحاد الروسي فالنتينيا ماتيفينكو على ضرورة وجود ضمانات بعدم تمهيد الملتقى الوطني لحكم عسكري، مشددين على ضرورة إجراء انتخابات. أوضح المكتب الإعلامي للمجلس الأعلى أن الطرفين تباحثا خلال اللقاء العلاقات الثنائية بين البلدين وآخر المستجدات على الساحة الليبية، وعرض المجلس رؤيته لخريطة طريق حل الأزمة في ليبيا، كما خلص اللقاء إلى الاتفاق على تطوير التنسيق المشترك بين الطرفين. قال رئيس لجنة تعديل الاتفاق السياسي في المجلس الأعلى للدولة موسى فرج بأنه لا وجود لأي مؤشرات تؤكد حتى الآن إمكانية إجراء الاستفتاء على مشروع الدستور خلال العام الجاري، خاصة في ظل الخلاف والطعون المقدمة. وأكد فرج في تصريح لقناة تلفزيونية أن مجلس النواب أجرى بعض التعديلات على قانون الاستفتاء التي جاءت مخلة بالاتفاق السياسي وبالإعلان الدستوري، مضيفا أن هذا الأمر دفع بعض الأعضاء لتقديم الطعون ضد القانون أمام المحكمة العليا التي قبلتها، إلا أنها لم تصدر بحقها أي أحكام حتى الآن. أكد مصدر من مستشفى مرزوق العام وصول جثتين من المقبرة الجماعية التي اكتشفت الاثنين بين بلدية مرزوق وغضوة من أصل نحو 17 جثة ما زالت تنتظر انتهاء النيابة من عملها لاستكمال انتشالها. وأوضح المصدر للتناصح بأن الجثة تعود لأشخاص تم اختطافهم من المدينة من قبل ميليشيات مجرم الحرب حفتر. يذكر أن مدينة غضوة اقتحمتها ميليشيات الكرامة منذ ما يزيد عن شهر من الآن، ما أسفر عنه تردي الأوضاع في المدينة. أعلنت الشركة العامة للكهرباء أنه سيتم فصل التيار الكهربائي عن بعض مناطق الجنوب كالعوينات وغات والبركة ابتداء من يوم الجمعة القادم وحتى نهاية يوم الأحد لغرض تطوير الشبكة. وبين المكتب الإعلامي للشركة العامة للكهرباء عبر صفحته الرسمية بفيسبوك أن قطع التيار الكهربائي يهدف إلى تحسين أداء المنظومة الكهربائية بالمنطقة الجنوبية وتوفير خدمات أفضل للمواطنين بالجنوب. أكد وكيل وزارة التعليم بالحكومة المقترحة عاد الجمعة الثلاثاء الانتهاء من إنجاز منظومة علاوة الحصة التي يتم خلالها احتساب العلاوة عن طريق مدخلي البيانات بالمؤسسة التعليمية. وأوضح المكتب الإعلامي للوزارة عبر صفحته بفيسبوك بأن هذا الجهد تم من خلال التعاون بين مركز المعلومات والتوثيق وبمشاركة عدد من مكاتب التوثيق والمعلومات بالمراقبات وبالتنسيق مع إدارة الاحتياط العام. كما تقدم الوكيل بالشكر لمدير إدارة الإحصاء بالمركز ومدراء مكاتب المعلومات والتوثيق لجهودهم لإنجاح وتطوير العمل في عدد من مشاريع الوزارة. هذا الخبر مشاهدينا، انتهى الموجز، في أمان الله.